معانا كمان على التليفون دعاء عثمان، وهي احدى المتطوعات ضمن قوافل الاغاثه لغزه. صباح الخير عليك يا دعاء. صباح الخير يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. ايه الاخبار عندك؟ تمام الحمد لله، يعني مبسوطه بالمشاركه مع حضرتك. اكيد واكيد مبسوطه اكتر بالمشاركه في القوافل. قولي لنا دعاء، بتعملي ايه؟ ايه الدور اللي بتقومي بيه ضمن قوافل الاغاثه لغزه؟ انا كنت مشاركه في تعبئه الكراتين، يعني بفضل الله قدرنا نعبي 8000 كرتونه غذائيه. ما شاء الله. بالرغم من كده. طيب احساسكم ايه بقى لما بدات تدخل المساعدات دي، لما عبرت خلاص ودخلت بالفعل لغزه؟ يعني بجد انا كنت كل كرتونه بنعبيها كنت بسيب جزء مني جواها، يعني كنت كمان فكره ان كان في انا قادره اساعد في حاجه لاخواتنا واهالينا في غزه. فاول احنا كنا بنتابع من اول ما اتحركت القوافل للعريش اصلا، اللي هو يا فرحه قلبي ان الحاجه اللي من كام ساعه بعديها هتبقى كلها ساعات وجوه داخل غزه. يعني بس الوضع عشان كل يوم بيسوق واحتياجهم لنا بيزيد واحنا مش شايفين حاجه غير الدعاء، بس كانت لحظه فرج، كانت لحظه امل، ولحظه دخولها كده من المعبر، يعني بجد مش قادره اوصفه غير ان انا يعني عيطنا كتير قوي في اللحظه دي والحمد لله. يعني انت ما كنتيش هناك يا دعاء، مش كده؟ انت ما كنتيش حاضره دخول او عبور الشاحنات عبر معبر رفح؟ لا حقيقي كان نفسي اشارك، بس هم الشباب بس اللي كانوا هناك. طيب دعاء قولي لي بقى، انت اصلا بتدرسي ولا انت بتشتغلي ولا انت بتعملي ايه؟ ايوه انا متطوعه في مؤسسه صناع الحياه من بقالي 5 سنين لحد دلوقتي. عندي 21 سنه في كليه زراعه، يعني سنه رابعه كليه زراعه. تمام. نسقتي بقى بين الوقت بتاع الكليه وبعد، ولا تغيبتي علشان انت كنت بتعملي حاجه شديده الاهميه؟ يعني هي الحاجه دي حقيقي يعني ما كانش في حاجه يعتبر اهم منها. انا ما صدقت اصلا اول ما عرفت ان في قافله، اللي هو يعني انا اصلا كنت مريضه، فاللي هو انا لا همني مرض ولا همني الكليه ولا اي حاجه، انا دي اقل حاجه اقدر اقدمها لهم، فما فكرتش بصراحه في اي حاجه. يعني طيب. دي مساعدة بسيطة مننا. يعني دعاء انت كنت موجودة بتجهزي الكراتين وبتحطيها على العربيات في القاهرة، مظبوط كده؟ ايوه. لكن ما رحتيش العريش ولا رحتي رفح؟ لا لا. لكن كان في تواصل بكل تأكيد بينك وبين الشباب الموجودين هناك؟ اكيد اكيد، هم كانوا بينقلوا لنا كل التفاصيل، هم اللي كانوا بيدونا الامل بجد. شبابنا زمايلنا اللي كانوا هناك يعني كانوا فعلا فعلا صناع امل لينا. يعني احنا كنا ممكن نتابع السوشيال او اي حاجة ممكن نيأس، بس هم ما سمحوش بده. احنا فعلا صناع امل. كنتوا بتكلميهم بقى على طول بتطمني عليهم؟ بالظبط. وباشمهندس عبد الرحمن حبات كان بيوافينا بكل التفاصيل لحظه بلحظه على حسابه على الفيسبوك. اصدقائك اللي موجودين هناك يا دعاء عددهم طبعا عدد كبير جدا، موجودين اكتر من الولاد ولا من البنات؟ الشباب، شباب صناع يعني، الولاد اكتر. الناس اللي قدرت تسافر اكيد انت طبعا على علاقه دائمه بيهم، قولي لي بقى ازاي اتكلموا مع اهلهم؟ ازاي قدروا يقنعوا الاهل بالتواجد في ظروف صعبه عند المعبر؟ هو اهالينا كلها دلوقتي حاسه بالموقف. يعني انا اصلا اهلي عشان اروح زي ما قلت لحضرتك انا كنت مريضه، فمش مجال يسمح ان انا كنت اسافر وكده. فهو انا اول ما قلت لوالدي وافق، اللي هو روح، دي اقل مساعده نقدر نعملها. بس يمكن الشباب كان في خطوره شويه ان هم يعني امام المعبر وبالليالي. كلنا كان قلبنا واكلنا عليهم يعني، بس هم حقيقي تعبانين من قبلها من التجهيزات زي ما عبد الله قال لك ان هو من حملات التبرع بالدم. بس يعني اهالينا مقدرين قوي اللي احنا بنعمله يعني.